بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية طيبة لكل من يتابع قناة ناصر تي في من داخل ومن خارج الوطن. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إذا بعد ما كملنا كامل المواشي ندير لكم فيديو خاص إلا بالأحصنة فقط. بالمناسبة السوق هذا يريح بالجمعات. تقول خويا ناصر علاش ربما يطول باش يشهرنا الفيديو؟ لأنه عندنا بزاف فيديوهات اللي هذا نقسمهم كل يوم نحطوا زوج ولا واحد ولا ثلاثة باش ما نديروش لاشارج على القناة. إذا اللي حاب يزور المكان هذايا سوق الأربعاء اللي متواجد في ولاية البليدة بالجمعة إن شاء الله الصباح بكري تلقاو يعني كاين أحصنة بأسعار رخيصة، يعني ماش تكون أسعار غالية بزاف. دوكا نديروا لكم نظرة وتشوفوا واش كاين. بالمناسبة رانا 15 سبتمبر 2023. الإنسان اللي حاب يعرف لادات هكذايا باش تعرفوا كل شيء. نبدأ ونشوفوا واش كاين. هذا والله ما على بال وراهم ولا ها، ولكن نزيدوا نشوفوا واش كاين منا. شوف الله يبارك هدايا شباب، يعني كاين أنواع ما شاء الله. خويا العزيز واش راك بخير؟ صافا لاباس الحمد ربي وانت لاباس صحتك لاباس اخي كيفاش مون فرار صافا؟ بدانا كنشوف العوده هذه الله يبارك. كنا مع واحد يعني لو كان تشوفوه يعني الله يبارك خبره كبيره في الاحصنه كذلك ما شاء الله الله يبارك. بيان سور بالمناسبه هذه مع هذاك الكحل من هيك قال لكم سموك 34 هاو ليك نزومي هذا تاع خونا الشلفي، يعني الشلفي راه معروف هنايا بسوق الاربعاء ويخدم كذلك الا الاحصنه فقط. هذا العوده تاع الشيخ دقه. الشيخ دقه كيما قلت دقه انسان انسان كبير ومعروف وفيه خير فيه الخير الله يبارك. دقه ناس ملاح هكذا تدخلوا كي تجوا لهنا كي تجوا لهنا لسوق الاربعاء سكسيو فقط الشلفي يعني يوجهكم له، يعني كل جمعه راه متواجد هنايا. نزيدوا نكملوا ونشوفوا حاجتنا كذلك هذوما بوكو بليس هنا، يعني العودات موجودين بكثره هنايا بسوق الاربعاء. هذنا هذوما مهارات صغار الله يبارك. شوف الله ماليهم على باليش نهارهم مي دوك نشوفو فقط حاجة انسان اللي وهنا دايما نقول لكم هنايا شغل سيارات باش تشري لازم تسيي تركب وتمشي وتشوف اسكي يساعدك ولا ما يساعدكش. اذا عندنا كذلك هذايا شوف الله يبارك هذا الشيء يقول 19 عندنا هذا شوفوا شحال شباب الله يبارك خونا قال لكم سوونا ب 18 مع المصغر لهنايا جاب لنا العوده هذه مع بنتها وقال لك سوونا 22 ونص هيدا الله يبارك. ما فيش 22 هاكو تشوفوا يعني رخا هنايا في سوق الاربعاء 22 وشويه يعني نقدروا نقولوا السعر رخيص بزاف. وليدو بارك الله فيك يعطيك الصحة. عندنا كذلك هذا شوفوا هذه العوده الله يبارك. وشنو العود كي تنيرفا يعني يولي مقلق واعر. شوفوا كيما هذا راه مقلق شويه يعني صراحة ما راحش تقدر تكونترولي. اسمح لي خويا مع اخي لهنا شوفوا كذلك يعني السعر هنا في الاربعاء يعني رخيص بزاف صراحة بارابور. تشوفوا عودة مع بنتها الخونا قال لك سوونا شحال 16 وقول بها زعما شحال تلحق البيع. تشوفوا يعني 18 مليون عودة مع بنتها يعني ما راهوش السعر غالي. بالمناسبة خونا كما قال لكم تاجر يعني يخدم كامل أنواع الأحصنة ماشي مشكل. حاجة خصكم في الأحصنة ولا وصوا عليها يجيبها لكم. ندخل لكم رقم الهاتف هكذا تقدروا تتواصلوا معاه. راه متواجد في ولاية البليدة وفريق اكزاكتومون في قروة. هذه هي خونا خلي الرقم تاعك 06 63 69 02 38 هذا هو الرقم هكذايا تقدروا توصلوا اي حصان خصكم قال لكم ماشي مشكل اتصلوا نجيبوه لكم. خونا بارك الله فيك يعطيك الصحة ربي يعينك خويا العزيز. عندنا الابيض هذايا كذلك الله يبارك. السلام عليكم كيفاش راك خويا صافا؟ شوفوا ترونكيل هدايا ركبه بارود كل شيء خونا هكذا
الله يبارك، ولكن يكونوا مهرجين شاف السوق باسكو كذلك راهم بزاف الاحصنه موجودين لهنايا يعني لهدايا تلقاهم شويه. دوك هكذا هذا جاسو شنو خونا؟ هذا؟ اه هذا كي يمشي. اه والله كيما قال لكم شغل هو حاب يمشي شويه سي فري العودي حاب يمشي حاب يدي فلاصي مسكين مصباح وراه مقاري هكذايا ما يعجبوش الحال. شوف الله يبارك يعني دوك هذا شحال السن تاعو خونا؟ 8 سنين. ها؟ 8 سنين. سبع سنوات كما قال لكم سبع سنوات الله يبارك ما شاء الله. وشحال حق السعر تاعو؟ ها؟ السوم شحال الحق؟ 18 مليون الله يبارك. سينو انتم عندكم كوري خونا؟ وين هذه؟ هنايا الله يبارك. وكاين كامل الانواع ولا شغل اونسي جامي شي واحد يوصلك باش تجيب له؟ لا لا كاين هكذايا حاجه تاع الشونكور كاين كاين مهر الله يبارك كيما قال لكم كاين المهر كاين كل شيء هكذايا في الهراس كاين الهراس كاين عندنا دوك الحالي عندنا مهر شباب وعندنا هذا الله يبارك ما شاء الله. دوك نشوفوا هكذا خونا الى حبي خلينا رقم هذا هكذايا اونسي جامي اي حاجه خصكم في الاحصنه ولا تقدروا تواصلوا معاه معليش رقم تاعك خونا بارك الله فيك قول لي 05 42 42 01 42 07 هذا هو الرقم هكذا اي حاجه خصكم في الاحصنه تواصلوا مع خونا مون فراب بارك الله فيك يعطيك الصحه سي جونتي خويا العزيز مصغر حاول مصغر كذلك شافوا جاب لنا عوده صغيره شحال في عمرها هذه هذا بابا شحال سموا فيها 14 مليون هذه سمونا ب 14 مليون ودائما المصاغر هنا تلقاهم يدوروا في هذا كما يقولوا المكان خاص بالاحصنه ودائما نعاود نوصيكم خوتي حذاري كي تجمعكم دراري صغار ولا حذاري تمشوا مور الحصان باسكو يعني الضربه تاعو واعره بزاف وكذلك العضه يا اخي العضه تاعو واعره بزاف يعني لو كان يحكمك بعضه قبيح يا هذا شدوهم فقط يشوفوا من البعيد باسكو الامبيونس يعني كي يجي يشوفوا الاحصنه وليدو بارك الله فيك يعطيك الصحه ربي يعاونك شوفوا كذلك هذا يلاه يبارك حاجه ترونكيل عويقل الاسعار كم يعني اسعار رخيصه بزاف بيان سور كنروحوا يعني نروحوا للغرب تما اللي يجيبوا يعني فتيارت ولا راح يجيبوا حاجه ولكن تما تسمع اسعار تاع 140 150 200 300 مليون هنايا حاجه خفيفه فقط يعني انسان اللي يقدر يجيبها يعني كاين احسن خاوتنا يجيبوا الله يبارك شوفوا هذا شحال شباب ما شاء الله شحال دار هذا؟ ماشي تاعك معليش كاين شباب هكذا احنا درنا لكم كذلك نظره هكذا تحبوا تزوروا السوق هدايا السوق هدايا اللي يحل بالجمعه صباح ان شاء الله دور اضربوا جوله لهنايا تلقاو الاحصنه والحاجه المليحه هنا في الاربع يعني المواشي مقسومين يعني الكيباش في مكان وحدهم الاحصنه في مكان وحدهم الابقار الماعز يعني كي تجي ما تلفلكش سقسي قانون من العواد يوروا لكم البلاصه تاعهم هكذايا تجوا تشروا لهنايا وحاجه رخيصه يعني دوك كيما شحال سوا خونا العزيز؟ 68 مهره هذه 68 يعني 88 راكم تشوفوا يعني حاجه رخيصه قلت لكم هنايا بالك الحصان الغالي كامل راح يلحق 30 مليون فقط هذا ما كان عندك كوري انت اخونا؟ وين؟ هنا في مفتاح هنا في مفتاح وعندك انواع بزاف تاع العواد كاين هكذا قال لكم يعني عنده البارب عنده الفيرسو دوك نشوفوا كذلك خونا الى يحب يخلي لنا يعني هاوليك كي يكونوا يسيو يعني مشكل شويه يعني حاجه صعيبه ما عندهمش لي سباس هذا هو البروبليم يعني ما كاش لي سباس ما كاش لي سباس باسكو العود لازم يسيه ولكن البروبليم ما كاش لي سباس السوق كما قال لكم صغير ودونجي صراحه اسمحوا لي يعني صعيبه دونجي نعاودوا نكملوا مع هذا باش نكملوا مع خونا قلت لكم يعني عنده السلعه الله يبارك نشوفوا الى حبي خلينا رقم الهاتف هكذا تواصلوا معه معليش خونا 05 56 83 62 67 هذا هو الرقم تاعو تواصلوا معه ونيغوسيو خونا عنده السلعه الله يبارك مون فرار سي جونتي نشوفوا هذا يعني نعاودوا نقولوا له خويا العزيز واش راك هاكو تشوفوا يعني انا قلت لكم يعني كي نكون ندير فيديوهات نخاف الجعفايس نخاف الكلاب ونخاف كذلك الاحصنه فاكو تشوفوا كشراب شي كشراب يسيي فيه روح
اذا هذا وين سقسيتو يعني باسكو علاش لا دنيير فوا شفتوهم كانوا يضربوا فيهم قلت علاش يضربوه، ولكن خاوتي كيكون مهورج هكذا راه مقلق شاف العودات وكل شيء لهذا يضربوا يعني باش يهدن شويه، هذا هو البروبليم ماشي يضربوا باسكو هكذا كبر لانه العودات راهم موجودين قدامه بزاف، لهذا يقول يعني قال لي دوك سقسيتو قال لي نضربوا يعني باش يهدن شويه باش يريح. لو كان دوك هذا راه واحد شوف شتو يعني كيفاش لهدايا اكو تعرفوا حصان يشوف عوده ولا اي حيوان ولا يعني يكون مقلق شويه، مي هذا لو كان انا راهو برا وحده ولا تقدر تسيه الاز تقدر تجربوا الاز اكو تشوفوا هكذايا. دائما نقول لكم كي تزوروا المكان هذا مع ولادكم ولا حذاري فقط يعني شدوا ولادكم هذا يعني فرس كيما الكلاب سوا سوا، المهم الكلاب يعني كيكون وحده يكون ترونكيل عاقل، ولكن كي تجيبوا مع الكلاب الاخرين يعني يتهرج ويلي مقلق. هكذا درنا لكم نظره شفتوا الحسين اللي كاين مازال كاين واحد اخرين ما يعني ما صورتهم لكمش، لهذايا ان شاء الله دعمونا القناه اللي حاب يزور المكان يزور. نقول لكم تهلاو في رواحكم دائما قناه ناصر تي في تحييكم سلام.